واليوم من منطقة الجوف راح نتكلم عن الأسر المنتجة وحتعرفنا عليها أكثر الأستاذة خيرية سلامة. أستاذة خيرية كلمينا عن هذا القسم تحديدا. الحمد لله الذي بفضله تتم النعم، تم ضيافتنا إلى جناح الجوف والذي سعدنا بافتتاح هذا العام في مهرجان الجنادرية، وكان لنا نصيب ولله الحمد أكبر الأسر المنتجة والسدو. يتكون القسم الذي نحن فيه من 7 مواقع، يشمل السدو، صناعة الخوص، صناعة الصابون، المنتجات الخاصة بمنطقة الجوف. كنت أبغى أسألك كمان كيف شفت الإقبال لحد اليوم؟ الحمد لله، يعني يمكن شهادتي أنا مجروحة كموجودة أو كمشرفة على هذا، لكن اللي أسمع وأعرفه ولاحظت أن في إقبال شديد على جناح الجوف، خاصة عند منتجات الجوف، عند خبز المقشوش، عند العلم، صناعة الصابون، يعني الإعجاب بالخوص، الإعجاب عاد هذا نختص فيه اللي هو السدو. كلمينا شوية عن السدو، من إيش يتكون، من إيش تصنع، وإيش كانت استخداماته قبل كذا، وكيف يعني إلى الآن ما زال مستمر؟ كانت طبعا السدو من الصوف، سواء صوف طبيعي أو صوف صناعي. الصوف الطبيعي من الغنم والإبل، من صوف الغنم ووبر الإبل، والطبيعي والصناعي من مناطق مختلفة، لكن اللي حنا الآن أجود الأنواع وأغلاها نصنع منه وننسج منه. طيب يعني احنا شايفين انه هم الحين معلقينها زي ديكور للبيت وحتى للصناديق زي ما احنا شايفين هنا واشياء كثير، ايش في استعمالات ثانيه ممكن استعملها؟ شايف انه مثلا في زي قعدات في الارض ومفارش، كلميني عنها. انا زي ما قلت صرنا نربط نستخدم هذه الحرفه للحياه او الحاضر اللي احنا فيه، من كنبات، لو لاحظتي في كنبات صرنا نلبسها من نفس نغلب فيها علب القرآن، الصناديق، زينات مختلفة، أشياء صرنا نسويها يعني في خارج عن نطاق التقليدي اللي هو البسط والسجاد أو بيت الشعر أو الخرج للإبل، لا صرنا بالحياة داخل البيوت. حتى في ناس صاروا يطلبون مننا اننا نعمل زي جلسات على نفس الكنب، فرشه مع مخداتها تجمل الكنبات، فيربطون بين الماضي والحاضر. وكمان حنتعرف على حرفه يدويه اخرى عن تفاصيل اكثر، وحناخذها بشويه تفاصيل يمكن احنا ما نعرفها كثير، نشوفها ولكن راح نشوف هي كيف تصير بالضبط. كلمينا عن هذه الحرفه اللي انا قاعده بشوف، ما اعرف كيف الواحد ممكن يستعملها وايش ممكن يستخدمها. هي حرفه الخوص، نستخدمها من سعف النخيل، نصنعه نعمل حافظات للتمر، حافظات الخبز، صفر للطعام، وكذلك سبتات. يعني احنا بنشوف انه حتى في بعضها بتكون ملونه، كيف بتلونوها؟ لونها بالخيوط، الخيوط هم اول كانوا يلونونها بنفس سعف النخل، احنا طورناها وضفنا الخيوط الصناعيه عليه. يعني كيف شايفه اقبال يعني الى الان؟ كيف الناس مثلا بيشتروها، يحاولوا انهم يقتنوا هذه الاشياء ويستعملوها عندهم في البيت، ولا خف شوي؟ لا بالعكس، زاد الناس الحين، زادت المشتريات عندنا. والحين أنا أوقف قدام أكبر علم مصنوع بالسدو بارتفاع 3.5 متر وعرضته 5 متر تقريبا، حنعرف تفاصيل أكثر مع السيدة اللي قامت بصناعة هذا العلم. خانم زيفة، لو تكلمينا عن هذا العلم، كيف فكرتي فيه؟ وجاء على بالك؟ كم يوم أخذ معك؟ كلمينا عنه، حكينا قصته. الله يطول عمرك، هذا سوى أخذته 7 شهور، أنا شغالة تنبو، والحمد لله الله قدرنا على
ان شاء الله انجزت يا رب لك الحمد. على كثر الزوار ما شاء الله وعلى رجال الزوار عليه يعني والله عليه اقبال بالحيل اللهم لك الحمد. عاد سمعت انه بيجيك عروض ناس يبغوا يشتروه وانت رافض. والله سليم من على 50 والله عرضنا ما نبيعه. وانت الحين اشتغلت على هذا العلم على سدو من 7 شهور تقريبا. أيوة على اخترنا بعد حتى خيوط ومن انه على سليم. وين تبغي يوصل هالعلم؟ ان شاء الله انه يوصل ابو فهد ان شاء الله. عرفينا ايش اللي قاعده تسوي هنا؟ حياكه السجاد باليدوي والعباره عن الحياكه عن طريق النون نستخدمه. وهو يختلف عن الطريقه الثانيه، فايش اختلافه؟ يعني فايش الاشياء تختلف عنه؟ مثلا على حسب مقاس الاشياء اللي تبغوا تسووها ولا في اشياء ثانيه؟ لا مو على اختلاف المقاسات، حتى هذا له مقاسات معينه، لكن هذا الادوات نفسها تختلف، المنشاز، الشيصة، هذه تختلف. هنا لا المضراب والمقاس اللي نستخدمه بالسجاد. حتى نلاحظ انه هنا السجاد يكون شكله النهائي مختلف، حتى يعني زي الشعرات بتكون واقفه، مو زي الطريقه الثانيه. لا هذيك تختلف فيها النقوش، النقوش اللي تتكلم عنها السدو القديمه والحديثه، لكن هذه الرسمات احنا نختارها سواء حديثه او قديمه. هذه الرسمه كانها سجادة صلاة، احنا نختصر الديزاين المعين والتصميم والاشياء هذه نسويها ننفذها تختلف. كمان ذكرت لي قبل شوي انه حتى الصوف لمواسم معينه ما نقدر نستعمله طول السنه او ممكن ناخذ طول السنه، كلميني عنها. وقت جز الصوف اقصد، يعني هو في فصلين في السنه، شهر 3 وشهر 2 للابل والاغنام، هذا هو فصل صفر وربيع اول، هو اللي ينقص فيه الصوف، هذا الوقت المناسب له، يعني ما في اي وقت معين اقدر اقص الصوف. ونستخدمه اكثر شيء نساء الجوف انهم يستخدمون الصوف الطبيعي. كمان في صباغات موجوده بنفس الجوف يستخدمونها، واحيانا نستعين من الخارج، نجيب من الاردن نجيب الصباغات المعينه.